محمية ضانة أحد أكبر مناطق التنوع الحيوي في الأردن. أرضها بيئة فريدة، وباطنها يضم كميات كبيرة من خام النحاس وفق دراسات أولية. وبينما تسعى الحكومة لاستغلاله اقتصاديا، يرفض القائمون على المحمية ذلك نظرا للمخاطر البيئية المترتبة على عمليات الاستخراج. محمية ضانة هي كنز واحد ومرتبط ببعضه. نحكي عن تمثيل ثلاث أنظمة جغرافية: النظام البحر الأبيض المتوسط شاف، الإيراني التراني، والسوداني اللي احنا موجودين فيه. ولكن احنا كجمعية ملكية لحماية الطبيعة مع انه يكون في دراسة جدوى اقتصادية لكميات النحاس اللي موجودة في المحمية، لن تكون الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عثرة في وجه اقتصاد للبلد. هنا منطقة خربة النحاس في محمية ضانة هي إحدى منطقتين تعمل الحكومة على اقتطاعهما لإجراء دراسات استكشافية وتنقيبية فيهما. الحكومة تقول إن الاحتياطي المتوقع يتجاوز 40 مليون طن من خام النحاس، وتطمئن أن الاقتطاع لن يطال المناطق ذات الثقل الحيوي والبيئي. دراسات أولية تشير إلى وجود احتياطيات من خام النحاس في المنطقة الشمالية والجنوبية لخربة النحاس ومنطقة فينان بحوالي 45 مليون طن، وبتركيز حوالي 2.3%. دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية لا يمكن إجراءها إلا بوجود دراسات تنقيبية تفصيلية، وهذا اللي نسعى الآن إلى عمله. يخشى القائمون على المحمية أن يؤثر استغلال خامات النحاس على وضعها وتصنيفها في مجال التنوع الحيوي والبيئي، لكن الجهات المختصة تقول إنها حريصة أيضا على هذه المحمية باعتبارها كنزا بيئيا وسياحيا. ما بين الاستثمار الاقتصادي والاستثمار البيئي سجالات بين القائمين على المحمية والحكومة، لكن الضائقة الاقتصادية دفعت الرسميين لاقتطاع أجزاء من المحمية بهدف استغلال مكنونات الطبيعة بشكل تجاري. نايف مشاقبة، سكانيوز عربية، خربة النحاس، محمية ضانة.